انا اللي هلا انا اللي هشوم لا لا والله انا اللي هشوم تربان يا ولد عبد الحال ما كنت عم نزلنا هي لفت انت ما خدتش بالك صلاه الصبح ايه كيلو بالي كسر يا حاج محمد ده والله يا ده خلاص العب 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 كتابه هاي جيب لي التالتة ساب صلاة كتابة مالك مالك يبقى الواد ده قريبك الواد ده قريبك اوعى نعيده دفت دي كتابة انا مرة شوية انت بقى ربع كده رب متال رب تعمل في نظر ايه هاد هاي لسه في التال رب يا غلب صباح في رجلك وما تشوف نزلت هاي الله هاي مال 14 ايه ده يا راحت فين يا مين البيضة ده نزل طب ما ده كده بتاعتي ما دي نزل ما نزلت هنا في الفرادة بتاعي ايوه الفرادة بتاعي اوعى العبك اوعى مطلوبها حش بقى روح حش للبنات يوم وفرع للملعب يوم كده ليه يا واحد انت لعبت الثوب لعبت دي انت بتلعب هنا ما مسحتش من الضهر حطش البتاع دي يا حاج محمود ايه دي فين مفيش حاجه يا راجل مفيش العب مدينة ما انا لعبت مش عاوز اضحك عليك انت حقاني والله حتى السجود الحلو اللي عندك ده ايه ده؟ مشي الواد دي مشي الواد دي امشي من هنا هنا نزل نزل دي ايوه يا ابني العب ايه؟ العب ايه؟ العب ايه؟ العب ايه؟ انا انت مش نار قال لي نزل يشيل البيت خد خد ده تعمل خالص خد انت لعبت كره ده حق محمود ايوه انت حريف قوي ما بطلتش يشيل البيت يشيل البيت قال لي عم احمد قال لي انت ضيط نزل يا حاج محمود والله العظيم ضربك ده بضرب الحمار بتاعي هتوقف يا حاج محمود حاج سقطني واحدة نزلت هنا اهي ايه 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 انتوا كده دلوقتي بقالكم اكتر من ساعتين بتلعب ايوه وموقفين الناس حواليكم ومش عارفين يلعبوا مكان اما الان الناس دي كل فادي احنا عايزين نلعب يا عم عايزين نلعب يا عم عايزين نلعب يا عم دلوقتي بقى في مكان معانا حاجه اعمل لك سبب الغلط لا ما عندكش عندك الفراغ سيبهم سيبهم ليه مش عارف ايه يا عم عايزين نلعب بلاش جيم تقول لي مش فاهم وديك بس يا ابن الزمان انتوا مين فيكم بقى اللي غالب ومين فيكم اللي مغلوب واسي رابكم الطين دي بص يا معلم ايوه بصيت اهو انا لعبنا 12 جيم جيمه واحد جيم بص انا قد الكوة انا الفراد اللي يم المقبل ده بتاعي اللي يم المتناه اللي ايوه دي ايوه الفراد المبحر ده بقى مش بتاع بتاعه بص بقى مش معلى غاز كوة يبقى ولا هيشيل انتوا دول اهو بالظبط عايز انا معاكم واحده مين فوق
وقوم اللي مغلوب وقوم اللي غالب. احنا نعد يا معلم. طب انا احتاج تفكر وخلص ولا لا؟ يلا بقى حسبونا بقى على حساب الجيم اللي انت بتلعبها ده كله. السجاد معايا عشان هلعبكم الجلابات اللي انتم شحاتينها دي. طب انا لسه هجوم انا. انت بتطلع كوره ولا الفلوس؟ عايز فلوس؟ ايوه عايز فلوس. وهي كده امك ابويا ميت امك في الجيش. امك هتاخد اعفاء ان شاء الله. بس احنا بس على السجاد. انت ليك كام بال؟ انت لعبت كام جيم؟ 12 جيم. احنا هي جيمه واحده. هو اللي جيم واحد ولعبوا كام جيم؟ 12 12 جيم. يلا 12 في 4. بس يا حاج يوسف انا حاج حسابكم 48 جنيه. انت خدت كام؟ 16 جنيه. هو 16 ده الكوره بتاعتي. والله؟ والله حاسبونا عايز فلوس مش عايز قوه. من هادي يا ابو بس مش شراجه واجيب لك الفلوس مش هتجيب حاجه. يا حاج هات الفلوس يا ولد الكلب.